احتفل جناح مملكة البحرين في معرض إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني المجيد ضمن حفل استثنائي لاقى إقبالا واسعا من الزوار. نعم، حيث تميزت المملكة بجناحها المبهر الذي أسهم في تأصيل المكانة الثقافية والتراثية والحضارية لمملكة البحرين. تحت شعار الكثافة تنسج الفرص، احتفل جناح مملكة البحرين بكثافة إرثه ليعرض للعالم في إكسبو تميز مملكة البحرين ويبهرهم بالفن المعماري والهندسي والأفكار الخلاقة. هذا الحضور اللي اليوم نشوفه من الزوار من مختلف أنحاء العالم للتعرف على جناح البحرين وما يحتويه من معلومات قيمة عن تاريخ البحرين وتطور اقتصاد البحرين على مدى الأجيال. هذا الجناح صراحة يعكس اليوم ما يعني تاريخ مملكة البحرين العريق وإبراز هذا الإرث الحضاري والثقافي للعالم. استغلال جميل جدا لتظاهرة إكسبو 2020 في الولايات العربية المتحدة العالمية. حقيقة المعرض أو جناح البحرين في المعرض يتميز بشكل الخارجي والداخلي، أي في الشكل وفي المضمون، وهذا كعادة البحرين دائما تقدم معه متميز. الحرف القديمة التي يعني اشتهرت بها البحرين موجودة، ربما احنا في الخلفية نسمع الصوت للتراث البحريني الأصيل. كل هاي الصورة كلها مجتمعة في جناح مملكة البحرين في الإمارات، يعني نقول للعالم تعالوا شوفوا ما لدينا من تاريخ عريق، ما لدينا من حضارة ممتدة عبر مئات السنين. الأمور كلها متكاملة، وهذا أعتقد سر جذب المعرض للكل، للسائح، حتى احنا كبحرينيين انبهرنا بما هو الموجود. المساحات المفتوحة والأضواء الخاطفة خلقت تجربة فريدة لجميع الزوار، ونقلت من خلال محطات الجناح قصصا بين أروقة الزمن. الزائر اللي راح يزورنا في البحرين لجناح البحرين ممكن يستغرب من الشكل الخارجي، ما يمحي الشكل اللي راح يشوفه من مفاجأة للداخل، وتعمدنا في التصميم انه يكون المدخل على منحدر على طول تقريبا 30 متر، ينزلك تحت الى متر ونص تحت الارض، واول ما ينفتح الابواب راح ينبهر الزائر بالهندسه المعماريه للجناح، حيث يتميز الجناح بوجود 126 عمود على ارتفاع 25 متر، وهذه الاعمده تتلاقى في نقاط معينه تحمل استراكشر المبنى بشكل كامل، وتعتبر تجربه فريده من نوعها. جناح البحرين يجسد مفهوم الكثافه تنسج الفرص، لان البحرين من ايام حضاره دلمون كانت تتميز بالكثافه الموجوده بالاعراق، الديانات، الحضارات والثقافات، وهاي الشيء كان عباره عن فرصه للبحرين عشان ان هي تتطور، فحبينا ان احنا نعكس هذه الكثافه عن طريق تصميم معماري فريد يخلق تجربه ملموسه مكانيه للزائر يعيش فيها الكثافه الموجوده في المجتمع البحريني. نسيج المجتمع البحريني متنوع، إلا أنه يلتقي في حب الوطن والعمل التطوعي لأجله، فجناح مملكة البحرين يستقبل زواره بأكثر من 60 متطوع بحريني يطمحون للمشاركة في إنجازات المملكة. الكثافة والتنوع أتاحت الفرصة لهم أنهم يكونون في هذا الحدث الدولي ويتركون بصمتهم. يعني احنا عندنا كل شاب بعد الشهر ما يمشي من الجناح يكون له بصمة، يكون له دور فعال. عندنا شباب تميزوا في دورهم في الإعلام، في دورهم في التصوير، في دورهم في الشرح، في التسويق عندنا في متجر الهدايا. فرصة جدا مميزة، يمكن الواحد ما تيجي له مثل هاي الفرص إلا مرة في العمر، حيث أنه يقابل الناس من مختلف الجنسيات والثقافات والمذاهب والمشارب. طبعا صارت لنا الفرصة، حصل لنا الشرف أن احنا نعرف الناس بتاريخ البحرين وتراثها وثقافتها العريقة. على مساحة 1000 متر مربع يقع جناح مملكة البحرين متميزا بعواميد قوية تساند بعضها البعض كنسيج المجتمع البحريني المتكاتف لرفعة وإعلاء اسم الوطن.
خلقت مملكة البحرين مفهوما مثاليا للفرص في جناحها من خلال تبيان التنوع الثقافي الذي ميز مملكة البحرين في شتى المجالات. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين دبي.